هنبدأ بقى نكمل. احنا كنا واخدين انواع، الاسم كنا واخدين المرة اللي فاتت خدنا ايه؟ خدنا الكلمة، صح؟ سالم. الكلمة اما ايوه تكون ايه او ايه او ايه. يلا يا عبد الرحمن. اسم انسان، اسم اسم او او فعل او حرف شاطر، برافو او عليك. حرف. يبقى الاسم، الكلمة اما تكون اسم او فعل او حرف، تمام. وفاكرين خدنا، كنا بنتكلم المره اللي فاتت اكتر عن الاسم. الاسم ده خدنا فيه حاجتين. السلام عليكم. الو، ألا يا مس سامع. طيب قلنا ان الاسم ده فيه حاجتين، اما كنا بنتكلم عنه في حاجتين، انواع الاسم، وقلنا انواع الاسم ايه او ايه او ايه. اسم إنسان أو نبات أو جماد أو ايوه بلد أو حيوان أو جماد. شاطر، ادي الصوره قدامكم اهي. قلنا ان انواع الاسم، عندي اسم انسان زي محمد ومروه، وحيوان زي اسد، ونبات زي شجره، وجماد زي قلم، وصفه زي البنت جميله، ومكان، والمكان ده زي مدرسه، او ممكن المكان ده يكون مكان لبلد، او مكان لاماكن عامه بنزورها، او مدن او كواكب. طب تمام. وخدنا برضو في الاسم، خدنا علامات للاسم. عبد الرحمن ما تشخبطش، ما حدش يستعمل القلم. خدنا علامات للاسم، قلنا من علامات الاسم ايه؟ ان هو يقبل دخول ايه؟ لما غنيناها مع بعض، ألف ولام ت مربوطة، والتنوين وحرف الجر، وأداة النداء، طبعا فاكرين الحاجات دي كلها. طيب ايوه يا تمام مساء. تمام يبقى احنا خدنا المرة اللي فاتت في الكلمة، خدنا الاسم بالتفصيل، خدنا أنواع الاسم، وأدي قدامكم أهي، وخدنا علامات الاسم وحفظناها وقعدنا ناخد تدريبات عليها قد كده. طيب أيوة. قبل ما ادخل على الفعل والحرف، برضو لازم انوه على حاجه، ان في من الاسماء كمان اسماء الاشاره لازم نعرفها ونراجعها مع بعض. وفي اسماء الاشاره، يعني ايه اشاره؟ يعني بشاور على حد. وفي الضمائر. أيوة. عبد الرحمن اقفل المايك. طيب وفي الضمائر، اسماء الاشاره، في اسماء اشاره للقريب، وفي اسماء اشاره للبعيد. يبقى كده احنا خدنا اللي هناخده النهارده، هنبدا ناخد اسماء الاشاره والضمائر بالتفصيل. احنا كل ده لسه بنتكلم في الاسم. اسماء الاشاره عندي في اسماء اشاره للقريب واسماء اشاره للبعيد. فتعالي يلا يا ميس بقى اشرح لنا ايه هي اسماء الاشاره، وبعد كده ناخد الضمائر. اسماء الاشاره كنا واخدينها واحنا صغيرين، هذا وهذه. يعني ايه اسماء اشاره اصلا؟ يعني انا بشاور على الشخص اللي قدامي، بشاور بصباعي كده، بدل ما اقول لبابا او ماما هو ده، دي شجره يا ماما، ده بيت، دي كذا، ده دي ده ده، احنا باللغه العاميه اللي بنقولها. لكن في اللغه العربيه الفصحى بنتكلم ازاي؟ بنقول هذا، هذه، واخواتهم. طب تعالوا نعرف اكتر بقى. اول حاجه تعالى نمسك هذا. يلا يا صلاح، صلاح عبد الله، ايه يلا يا صلاح، قول لي ايه هذا بنستخدم ليه؟ الاسماء للاشاره للاشاره اسماء اشاره بنشاور على ايه؟ ها، بنشاور على المفرد ولا جمع يا صلاح؟ ايه بنشاور على ايه؟ مفرد ولا جمع؟ لحظة ايه يلا يا نورين، لحظة ما اقدرش تنوين. نورين اقفل يا صلاح نعم من عندك، تنوين افوت بدري. اقفل يا صلاح. يلا يا نورين، اسماء الاشاره بنشاور على ايه يا نورين؟ على حد، على مفرد، على اي، على بنت او ولد، او طيب على هذا بنت بنشاور او ولد على، او حاجه غير العقل. طب ثواني، هذا بنشاور على بنت ولا ولد؟ لو قلتي هذا، ولد طيب يعني مذكر ولا مؤنث؟ مذكر مذكر. طب مفرد ولا جمع؟ مفرد
مفرد، شاطرة. يبقى هذا بنشاور عليه المفرد المذكر. يلا يا صلاح، ايه اللي شايفه قدامك دلوقتي؟ ايه تحصل؟ يلا شاور لي عليها، تقول ايه؟ استخدم اسم الإشارة معاه، تقول ايه؟ هذا حصان، هذا حصان. شاطر. هذا حصان، يلا يا عبد الرحمن، نعم يا مس. ده ايه؟ قرد، قرد. يلا شاور عليه، هذا قرد، هذا قرد. يلا يا نوريم، هتقولي ايه هنا؟ هذا أسد، هذا اسد. طيب يلا يا صلاح، هذا مدرس. هذا مدرس او معلم. طب شاطرين. طيب احنا كده لاحظنا حاجه، ان اسماء الاشاره هنا بتستخدم للمفرد المذكر. كل اللي قدامنا ده مفرد يعني حاجه واحده، ومذكر، حصان مذكر، قرد مذكر، اسد مذكر، معلم مذكر. طب تمام، هذه بتستخدم للمفرد المؤنث، مفرد مؤنث. يلا يا نورين شاوري، يلا على المعلمه دي، تقولي ايه؟ هذه معلمة، هذه معلمه. يلا يا عبد الرحمن، هذه زرافة، هذه زرافه. لاحظوا اني من علامات المؤنث، عشان ما تلخبطش، من علامات المؤنث التاء المربوطه. من علامات المؤنث ايه؟ ت مربوطه، يبقى دي على طول علامه من علامات المؤنث. خلاص. طيب تمام، مس نعم عايز أسأل سؤال، اتفضل. هو قطن يا مس نبات ولا جماد؟ ايه؟ قطن، قطن. أيوة، قطن جماد. إزاي يا مس؟ مش القطن بيتزرع يبقى نبات؟ القطن مين اللي بيشخبط؟ أيوة، القطن مش أنا. يزرع بس هو مش بيتاكل. يعني كده جمال. طيب انا شايفه حد عمال يلعب ويشخبط. مش انا. طيب ركزوا معايا، كملنا ايه؟ قلنا هذه زرافه. طيب اللي بعده، يلا يا صلاح، هذه بنية، هذه ايه؟ هذه بنية، هي إذا كانت مهندسة. اسمها ايه؟ هذه مهندسة. ليه استخدمنا هذه هنا يا صلاح؟ هذه لأنها مربوطة. ايوه، هذه هنا مهندسة، وعلامة المؤنثة ايه؟ ان هي مؤنثة، واستخدمنا تاء مربوطة. طيب يلا يا نوري، هذه سمكة، هذه سمكة. أصل سمكة هنا يعني الصورة مؤنث وفيها تاء مربوطة، غششتني، يبقى نستخدم هذه. طب في حد شاطر منكم يقول لي هل هذه بتستخدم، اللي عارف يرفع إيده وأنا شايفاكم، هل هذه بتستخدم بس للمفرد المؤنث؟ حد عنده معلومة؟ نورينا عندها، يلا نورين. بتستخدم للمفرد مؤنث أيوه، وللمثنى مؤنث وجمع مؤنث. وجمع مؤنث. طيب اجابتها صحيحه؟ حد معاها في الرأي ده؟ مس يبقى هما مس مين؟ عبد الرحمن. مس انا مش بعرف ارفع ايدي، لكن عندي معلومة. لما ايه؟ لما انا مش بعرف ارفع ايدي، مش عارف ترفع ايدك منين؟ مش بعرف. بص، هو موجود عندك اسمه هاند، من تحت كده هتلاقي ايه، في علامة كده مكتوبة هاند، انا مش عارفة اجيبها لك منين. يا سهل، هتلاقي ايه؟ وش هتلاقي وش وش كده، وتتك عليها، هتلاقي علامة الإيد اللي بترفع زي كده، وبعدين تتك عليها كده رفعت إيدي. عرفتها كده، عرفتها؟ رفعت. ايوه، انت كده رافع ايدك. أي مس قول يا حبيبي.
هي بتستخدم يا مس الجمع الغير عاقل. شاطر، برافو عليك. ايه ده، هذه بتستخدم للجمع الغير عاقل؟ اه هنعرف دلوقتي. هذه بتستخدم مفرد مؤنث. المؤنث ده بقى عاقل والغير عاقل، زي زرافه ايه ما عندهاش عقل، ولكن العاقل زي معلمه ومهندسه، السمكه ما عندهاش عقل، ده مفرد عادي. اما الجمع الغير عاقل بنستخدم له هذه، هنعرف دلوقتي. ودي التركه اصلا اللي في اسماء الاشاره، يعني كل اللعب اللي انا هفهمك اسماء الاشاره عشان النقطه دي. لما اجي اجيب لك جمع غير عاقل وهنشوفه دلوقتي مع بعض، هتستخدم هذه بدل ايه؟ بدل هؤلاء. طيب يا ميس، هذان، هذان تستخدم لايه؟ يلا يا صلاح، مثنى مثنى. ده نورين اللي جاوبت. ايوه المثنى ايه؟ ايه مثنى مذكر مذكر ولا مؤنث؟ مذكر مذكر، شاطرة. يبقى هذان المثنى المذكر. يعني ايه مثنى؟ حد يعرف يقول لي يعني ايه مثنى؟ يعني انا اثنين. جاوب. ايوه، عبد الرحمن اللي جاوب. لا يا مس نورين، نورين، افري يا نورين بقى من عندك ونزلي ايه. قولي يا عبد الرحمن. المثنى يعني اثنين يا مس ايوه، يعني ايه مثنى؟ ما دل على اثنين او اثنتين بزياده الف ونون او ياء ونون، ده هو بيدل على اثنين او اثنتين للمؤنث بزياده الف ونون او ياء ونون. هنا مثنى يعني اثنين، لازم يبقوا واقفين اثنين. فانا جيت هنا قلنا زودنا الف ونون، زي ما اقول هنا ايه، احنا كنا بنقول معلم واحد، الاثنين دول تبقى ايه؟ تبقى ايه يا عبد الرحمن؟ كمل معايا. معلم واحد بقى اثنين، معلمان معلمان. شاطر. يبقى لما اجي اشاور عليهم هقول ايه؟ هذان معلمان احسنت، شاطر، هذان معلمان. يلا يا صلاح، شايف ايه قدامك؟ طبيب واحد ولا اثنين؟ ايوه، هذان طبيبان شاطر، هذان طبيبان. يلا نورين، شايفه ايه قدامك؟ تلميذ واحد ولا تلميذين؟ هذان تلميذان هذان تلميذان، احسنتوا. طيب هذان المثنى المذكر، انا عايز مثنى المؤنث، مين يقول لي مثنى مؤنث ايه؟ ايه انا يا مس قولي يا نوري. مس انا عبد الرحمن اللي بتكلم هاتان انا عارفه، بقول له نورين تقول هاتان يعني هاتان. هاتان معلمتان شاطره، هاتان احسنتي. طبيبتان هاتان تلميذتان اه طب تعالي كده نشوفهم. يبقى هاتان ده للمثنى المؤنث، هاتان. لاحظوا حاجه، البنت بتحب التاء زي عينيها، سواء ته مربوطه او ته مفتوحه. واخدين بالكم ان هي خدت برضو التاء معاها ازاي؟ بصوا التاء، شايفينه؟ ادي التاء اهي، ايوه واخدها معاها. هي بنت بتحب التاء. اه بس هنقول ايه؟ هاتان. وده الفرق بينها وبين هذان، مفيش هنا تاء. طيب تمام، هاتان، هاتان للمثنى المؤنث. نبدأ بصلاح، دي معلمة ولا اتنين يا صلاح؟ هاتان معلمتان شاطر، احسنت، هاتان معلمتان. يلا يا عبد الرحمن، لاحظنا ان معلمتان دي اصلها معلمة ايه؟ خليك معايا، استنى يا صلاح. معلمتان دي اصلها ايه يا صلاح؟ لحظة ايه اصلها ايه في المفرد؟ واحدة بس. هي ما المفرد هي واحدة بس تاء تبقى ايه؟ معلمة واحدة، صح؟ معلمة واحدة ايه؟ مش تاء مربوطة؟ لحظة 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 الجمع يعني كتير والمفرد يعني قليل تاني كده صراحة عشان ما سمعتكش. المفرد يعني قليل والجمع يعني كتير اه المفرد يعني واحد بس، حاجة واحدة بس، الجمع اكتر، الجمع من اول ثلاثة فيما فوق، المثنى اتنين. خلاص، يبقى واحد بس ده مفرد، اتنين يبقى مثنى، ثلاثة اربعة خمسة ستة عشرة من اول ثلاثة لغاية فوق، يبقى ده جمع. خلاص
طيب احنا كده عشان ما نطلعش من ايه تمام. لمردودنا، معلمتان. اصلها معلمه، اخر معلمه ايه يا صلاح؟ تق ايه؟ معلمة اللي هي اخرها ت اللي هي مربوطه. مربوطة. اخرها تاء مربوطه. طيب لما جينا حطينا ليها الف ونون، ينفع نحط بعديها الف ونون كده وهي ت مربوطه؟ لا لازم افك لا الايه؟ لا، أتاه مربوطة من دون ألف نون، أتان فيه ألف نون. لما تيجي ت مربوطه بعديها الالف والنون لازم نفك ت دي عشان تمسك في ايد الالف، يبقى هتبقى ايه؟ هتبقى معلمه. ادي حطينا ت اهي فتحناها، وبعد كده نحط لها ايه؟ الف ونون، يبقى معلمه تان. علمتان، طيب علمتان. يلا يا عبد الرحمن، دي ايه؟ لا، هتقول لي ايه عليها؟ هاتان مهندسة. مهندستان. مهندستان، شاطر. اصل مهندسة يا مش سارة، اخرها ت مربوطة، احنا هنفك الت مربوطة دي نخليها ت مفتوحة ونحط لها الف ونون، يبقى مهندسة تان. طيب استنى امسح ال، طيب يلا يا نورين، هؤلاء. هؤلاء بتستعمل لايه يا نورين؟ يعني جامعة جمع. جامعة جمع مفرد ولا مؤنث ولا جمع الاثنين؟ جامعة ومذكر ومؤنث الاثنين. مذكر ومؤنث. طيب هل هو للعاقل ولا غير العاقل؟ إيه يعني عنده عقل كده للاثنين؟ وبيعرف يتعامل ولا مش عنده عقل؟ يعني مثلا نقول مهندس اللي هو عنده عقل، شخص عنده عقل، ولا نقول شجرة؟ خليكي معايا نورين. الاثنين لا تعالوا نشوف بقى، هو الجمع المذكر والمؤنث العاقل بس، ما بيتعاملش مع غير العاقل. خلاص يبقى هو الجمع المذكر والمؤنث العاقل فقط، ما بيتعاملش مع غير العاقل. طيب ماشي. تمام، تعالي شوفي لي ايه العاقل ده. اقول لك ادي ده معلم ومعلم ومعلم، ايه ده بقوا ثلاثة. معلمون معلمون، شطورة. نزود لها واو ونون. ايوه ده هنا يا ميس سارة. هل هو يا نورين انا مؤنث؟ مذكر ده مذكر. طيب انت قلتي لي ان هو مفرد، لا جمع. ده مش مفرد. طب المفرد دل على واحد، شخص واحد. طب هل هو مثنى يعني اثنين؟ لا، لا، المثنى اثنين، ده جمع جمع بيبدأ من كتير. ثلاثة صح؟ بما فوق، ثلاثة أربعة خمسة ستة، ده جمع. جمع مذكر وعاقل، المعلم عنده عقل عاقل، يبقى هنستخدم معاه هؤلاء، يبقى هؤلاء معلمون. يحيى اتأخر ليه؟ يلا يا يحيى، يحيى أيوة ميس، انت أنا اتأخرت والدتي كمان. يحيى. يحيى اليوم تعبان شوية، ف يعني لسه أنا داخلة دلوقتي حالا، هو نايم والله تعبان شوية. السلام ف عليكم. فهنشوف هخليه يشوف التسجيل إن شاء الله بتاع الدرس النهاردة. خلاص تمام، ماشي، ألف سلام عليكم. الله يسلمك حبيبتي، الله يسلمك. التسجيل بتاع الحلقة بينزل فين؟ هينزل على الصفحة نفسها زي على المرة اللي صفحة فاتت الفيس كده. يعني؟ إيه؟ صفحة الفيس. لا، على الصفحة بتاعة الواتس اللي إحنا ما طيب بيننا إحنا. طيب تمام تمام؟ تمام ماشي حاضر. ماشي، شكرا. يلا يا عبد الرحمن، نعم يا مس. يلا حبيبي، شايف قدامك ثلاثة معلمة، تقول جمعها إيه؟ جمع معلمة هؤلاء معلمات معلمات. يبقى هتقول عليها هؤلاء ألف ليه؟ وتاء. أصل هؤلاء ده بيستخدم يا ميس مع العاقل، ومعلمة عاقل، يبقى هؤلاء معلمات. لاحظنا إن تمام معلمون هنا ده جمع مذكر صح؟ ايوه مذكر. طيب ومعلمات ده جمع مؤنث. مؤنث.
هو طلع بره ليه اسمه ده، وهنا جمع ايه؟ مؤنث. طيب تمام، هنرجع تاني لهذه. فاكرين لما قلنا على هذه؟ ايوه هذه مفرد مؤنث مفرد زي مؤنث ايه معلمة. تاني؟ وجمع غير عاقل، والجمع غير ايه؟ عاقل. احنا عاقل قلنا مهندسة، قلنا هؤلاء مهندسات، قلنا هؤلاء مهندسات، شاورنا عليهم. طب لو قلنا اشجار، نقول هؤلاء اشجار؟ لا لا. إيش إيش اه هنقول ايه عليها؟ انت جمع يا شاطر، عمر اه بس ما عندكيش عمر عقل، ما عندكيش عقل، هنقول عليكي ايه؟ هذه اشجار. خلاص فهمنا هذه بتستخدم لايه كمان؟ جمع، بس جمع غير عاقل. طب اقول ايه دي؟ يلا يا عبد الرحمن، دي ايه؟ نعم يا مس. ايه اللي شايفه قدامك في الصورة؟ هذه أسود. شاطر، احسنت، هذه اسود. شاطر. فهمان نورين؟ نعم أيوة نعم. عشان أنا كنت واخدها أصلا. ايوه، ما احنا بنراجع الحاجات دي. طيب تمام، ألو يلا. هو ما عنديش غير عبد الرحمن نورين. آه صلاح او دخل او تاني. طب يلا، نقط بقرة. يلا يا عبد الرحمن، هتقول لي ايه؟ هذه بقرة. هذه بقرة. يلا نورين، خروف. هتقول لي ايه؟ هذا خروف. هذا خروف. يلا يا عبد الرحمن، سيارتان. هتبقى هذه ولا هذا ولا هذه ولا هذان ولا هاتان ولا هذه هذه سيارتان؟ أي سيارتان اخرها الف ونون، من علامات ايه؟ هذان 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 هذان. ما تجاوبيش انا نون غير ما اقول لك، يبقى هذان. ماشي، هذان ولا هاتان؟ لخبطتوني هذان معاكي. هاتان عشان هي سيارة مش هي السيارة اصلها مؤنث، يبقى هاتان. لما الاقي تاء الف نون يبقى ده مؤنث، لما الاقي الف نون بس يبقى ده مذكر. خلاص، يبقى أيوة هاتان سيارتان. يلا يا صلاح، قطارات. هدام قطرت شاطر، عشان هدام قطرت هنا اخرها الف ونون، يبقى دي اخرها الف ونون، دي اخرها تاء الف نون، يبقى دي اخرها تاء الف نون. تمام، يلا يا نورين، اطفال. هؤلاء هؤلاء. طب ليه مش هذه يا نورين؟ علشان أطفال جمع جمع ايه؟ عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل انت مصدقه الكلام ده؟ تصدق ان الاطفال عاقلين؟ مصدقه يعني؟ طيب صح، أيوة هما بيفهموا زي البشر بيفهموا بس بيجننونا والله يا نوي، طلع عينينا. صح متفقه معايا؟ بيخربشوا كمان طيب احنا قلنا هنا هؤلاء اطفال عشان ايه؟ عندهم عقل. طيب يلا يا صلاح، كتب. هتقولها ايه؟ كتب ده جمع. هذا كتب هذه كتاب هذا كتاب كتب، كتب. هتقول ايه عليها؟ هذا هذا كتب. ها لا 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 هذه كتب هذه جمع، ولكن جمع غير ايه؟ غير عاقل. يبقى نستخدم معاها ايه؟ غير عاقل غير عاقل هنستخدم معاها هذه، ده هنا غير عاقل غير عاقل ايوه. طيب تمام، نروح على اللي بعده. يلا اللي بعد، يلا يا صلاح. أتمنى تكون
تمام. هذا طبيب. صلاح. يلا هذا طبيب، اللي تحتيها يا صلاح. هذه طبيبة. هذه طبيبة. يلا اللي بعده عبد الرحمن. معنا ماشي. يلا اللي بعده هيبقى ايه دي؟ هذان ايوه طبيب. طبيبان. هذان هذان طبيبان. يلا يا طبيبان. نورين اللي بعده. يا نورين هاتان طبيبتان هاتان هؤلاء طبيبتان. يلا يا هؤلاء. صلاح. نورين يلا يا صلاح، هيبقى ده ايه؟ يلا هؤلاء ايوه هؤلاء ايه؟ طبيبون. اطب باء، جمع طبيب اطباء. هؤلاء اه صح اطباء، نسيت، وده جمع لا تكسير. نسيت، انا نسيت طيب مخي وكان مش مكان، مخك ما كانش في مكانه؟ مخي مش كان رجع. ما كانش راكب؟ ماشي لا مخي خلاص. مش كان رجع. طب ركب مخك طيب يا صلاح. ماشي على اطباء ماشي يا حبيبي. اطباء يلا احمد. يلا يا عبد الرحمن، هتبقى ايه؟ هؤلاء ايوه طبيبات. شاطر. هؤلاء طبيبات. تمام نمسح اللي احنا عملناه ده. يلا اللي بعد. ايه اسماء اشاره البعيد؟ احنا كل ده لو حاجه قريبه مننا بنشاور عليها. اسماء اشاره البعيد، ذلك تلك اولئك. ذلك للمفرد المذكر عقل وغير عقل، هي مكتوبه هنا غلط، كاتب عقل بس، عقل وغير عقل عادي. تلك تلك المفرد المؤنث. مفرد مؤنث، وايه كمان؟ أولئك مفرد مثنى، وايه كمان يا مفرد نورين؟ انا عماله مؤنث اتكلم بس معاك جمع. نورين، تتكلميش غير باذن. قولي لي بقى يا نورين ايه تاني؟ تلك ماشي. تستخدم لايه تاني؟ قولي يا نورين. تلك النفس. بتستخدم المفرد المؤنث، وايه تاني؟ ما هي عامله زي هذه، هتستخدم برضه لحاجه تانيه. للمذكر، لا انا للحاجة عارف غير عاقل، للايه؟ حاجة غير عاقل. هاي الجمع الغير عاقل. شاطره. للجمع الغير عاقل، ولكن اولئك جمع مذكر ومؤنث عاقل. لما اقول مثلا يلا يا نوري نجم بعيد، هتقول لي ايه؟ تلك ذلك مش تلك، ذلك ليه يا مش ساره؟ اصل نجم هنا يا نورين مذكر، نجم هنا ايه؟ مذكر مش مؤنث، فاقول ذلك نجم بعيد. وليه استخدمت ذلك؟ عشان هو بعيد، انا بشاور على النجم هو بعيد اهو، فبقول ذلك نجم بعيد. يلا يا عبد الرحمن. نعم يا مس. طائرة تطير في السماء، هتقول لي ايه؟ ذلك ولا تلك ولا اولئك؟ اه تلك ليه تلك يا عبد الرحمن؟ يا عبد الرحمن عشان المفرد طائرة دي ايه؟ عاقل مؤنث، مؤنث. مفرد مؤنث، مفرد ومؤنث طائرة. اه يبقى استخدم لها المفرد المؤنث اللي هو ايه؟ تلك. يبقى اقول تلك طائرة تطير في السماء، هي بعيدة، هي انا بشاور عليها وهي بعيدة. يلا يا صلاح. طيب ايه، يلا نمور سريعة، ايه، نمور نمور سريعة. سعيدة. صلاح واحدة تلك نمور سعيدة. آه اه سريعة 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 ليه قلت سريعة. تلك؟ ليه قلت تلك؟ تلك علشان جمع غير عاقل، عشان جمع، ولكن الجمع هنا غير ايه؟ عاقل اه ده هنا. سهل جدا. طب الحمد لله ان هي سهله جدا. استنى عشان ال ايه تدين النحلة دي جت سهل جدا اوي اوي. طيب هتقول لي هنا هي جمع غير ايه؟ غير عاقل. طب تمام. يلا يا نورين. اولئك قلنا اطفال يلعبون، اطفال يلعبون، هتقول لي ايه؟
أولئك. واطفال هنا ايه؟ ده اطفال جمع، جمع عاقل. يبقى نقول اولئك. طب ما الاطفال يعني صورة اكتر مننا، ما انت ممكن تكوني بتشاوري على حد بعيد وتقولي اطفال بيلعبوا اهو. يبقى اطفال يلعبون هنقول اولئك. طيب يلا يا صلاح، امهات هتقولي ايه عليها؟